سيد كاظم يقول: أنا أحب فتاة وصرحت لها بحبي إلها، ولكن بعد أيام صارت مشكلة بيني وبينها تركتها، ولكن قبل 4 أشهر خطبتها بس هي رفضت، وتقول أنه أنت عندك علاقات وكذا، وأنا قسمت لها أنه ما عندي علاقات. يقول: شنو اللي أسوي؟ شوف حبيبي سيد كاظم، أنت تورطون نفسكم بعلاقات، تورطون نفسكم بتعلقات، قلبك يتعلق بوحدة وبعدين تعاني وتجي تقول أنه شو أسوي، وهي ما تقبل أو أبوها ما يقبل أو أهلها ما يقبلون. سبحان الله، الإسلام العزيز يقول: لا تورط نفسك في شيء اللي تبعدين تتأذى من خلاله. فأنت الآن مرتبط بها وهي ما عندها ثقة بيك أو أهلها ما يقبلون أو ما إلى ذلك، شنو اللي يسوي؟ اللي يسوي أنه حاول أن تكون عاقل ومتأني وحكيم في تصرفاتك. يعني لا تأخذك العاطفة أخي، صدق هاي البنية خوش بنية، صدق هاي محجبة، صدق هاي إنسانة عفيفة، صدق عائلتها خوش ناس. هذه لابد أن توصل إلها بالحقيقة، مو لأنك تحبها، مو لأنك أنت متعلق بيها. العاطفة جيدة بس العقل أجود. التمايلات والميل الشهوي موجود، ولكن أفضل من ذلك أنه أن هذه المرأة جديرة أن تكون زوجتي وأولاد بناء أولادي، بل أم لأولادي. هذا لابد إنسان أنه يكون يتأنى. فإذا تقول: لا سيدة، من جميع الجهات ممتازة، من جميع الجهات هي محجبة عفيفة لطيفة كذا مثلا، حاول مرة 2 3 10 15، عسى الله سبحانه وتعالى أن يسهل. ولكن عموما أدعو إلى العقل والحكمة والتروي، العقل والحكمة والتروي، هذه شروط الإنسان أن يدخل مشروع الزواج. لا يستعجل، لا تأخذ الميولات، لا تأخذ العاطفة، لا تأخذ على حال الشهوات الجنسية، حاول أن تكون عاقلاً.